نجم هذا الأسبوع يمثل 50% من أي فريق أو منتخب. إنه القادم من مدينة الفنيدق شمال المملكة. أنا الشلاف، الحارس السابق لنادي شباب فنيدق ونادي اتحاد طنجة. أنس، وبعد موسم ناجح مع نادي عروس الشمال اكتشفه نجيم أمناد وخالد فهمي بإعاز من مدربه في طنجة. كنا مع شباب فنيدق مدربين حميد وأرجال، من ثم لعبنا واحد الماتش ضد اتحاد طنجة وشافوني عيطوا ليا وبقيت معاهم. بديت كنلعب معاهم البطولة سالينا العام، ومدربنا اتصل بالأكاديمي قال لهم أنا واحد الوليد باش تشوفوا يجي معاكم. اتصل بنجيم عماد وخالد فوان قال له صافي في شهر فلان فلاني صيفطو، وصافي طلعت دوزت تيست وعجبتهم. دابا إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. أنس لديه إمكانيات جيدة ويطمح لأن يصبح حارسا أساسيا في المنتخب الوطني، فقدوته في ذلك حارس عرين الوداد نادر المياغري. أما على المستوى الدولي فحبه للبارسا لا يمنعه من الاستمتاع بإيكر كاسياس حارس مرمى النادي الملكي. بالنسبة لي أنا أقول كيعجبني إيكر كاسياس، بالنسبة للمغرب كيعجبني نادر المياغري وخالد فوامي وأنا زميتي، ونتمنى نكون بحالهم إن شاء الله. أنس لا يضيع وقته في الأكاديمية، ففي الاستراحة يتوجه نحو قاعة الإنترنت ليلج عالما مليئا بالأخبار والفيديوهات حول حراس المرمى، وهناك يتعلم الكثير من الحركات التي قد تفيده في مشواره الكروي. يمشي لصالة فورماتيك كان حتى اللي جارديان في وصلو كان حتى سبورت، ومن بعد كنتجمع مع أصحابي وندورو شوية ونضحكو. اللي ما كيوصل وقت لونطريمون كنمشيو نتريني ونجيو ندوشو ونمشيو نتغداو، كنمشيو نرتحو شي حاجة في لاشوم كنوضو لونطريمون. الكرة الوطنية اليوم بأمس الحاجة لخلف يعود سلفا ذهبيا قاده بدو الزاكي وعزمي وبن زكري والمياغري، وقد يصبح أنس ذات يوم كهؤلاء. فإذا اجتمعت الموهبة مع المثابرة لا بد أن تنتظر الحصاد.
We'll be right back.